أستاذ أحمد، حضرتك ترى بأن هناك شعاع من النور والأمل في هذا التحالف بين تركيا وقطر تجاه الأمة الإسلامية، هل من الممكن بالفعل أن يمنح الأمة الإسلامية القوة ضد عداها بإذن الرحمن؟ بمشيئة الرحمن. يعني كما أن هناك منبطحين متخاذلين تحت أرجل الغرب يتجهون وجهتهم ويصلون إلى قبلتهم، نعلم أن هناك أيضا من المخلصين في هذه الأمة ومن قيادات هذه الأمة من يريد لهذه الأمة الانتصار، مثل ما نراه الآن. يعني أنا لا أقدس الأشخاص، لكن نحن نحيي كل خطوة من شأنها نصرة المستضعفين، من شأنها صد العداء عن هذا الدين، من شأنها الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة، من شأنها أن ننتصر لهذا الدين. ربنا سبحانه وتعالى يعني يختبرنا، ربنا قادر أن ينهي هؤلاء بكم فيكون. ربنا سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، نعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكهم في لمحة بصر وفي طرفة عين، لكن هذا اختبار لهذه الأمة. يعني إذا قام الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأدوار فما هو دور هذه الأمة؟ دورنا أن ندافع عن هذا الدين، وأن نصد أي هجوم على هذا الدين، وأن نصد أعداء الأمة، سواء بالكلمة، سواء بالحكمة وبالموعظة الحسنة، سواء بقوة الساعد والسلاح، سواء بالعلم.